now. Hand out, 10-5. Game ball. Congratulations, Ali Farah. أستاذ حسين أباظة وبنك سي أي بي وسي أي بي تيم على كل السبورت اللي بيدوه للسكواش، وحقيقي كل حاجة اللعيبة، الملعب الجديد اللي احنا كلنا فرحانين بيه، حقيقي بشكركم ومبسوط قوي ان احنا نكمل مع بعض البطولة دي اللي كانت حلم من 4 سنين. I would also like to thank our new partner صادق، ماجد شريف وكل تيم صادق، thank you very much على السبورت. استاذ عاصم خليفه طبعا رئيس الاتحاد اللي بيدعمني بيرسونلي من اول ما ابتديت والسكواش، ثانك يو فيري ماتش. اليكس جوف اند اول ذا بي اس اي تيم، ثانك يو، اتس بين لونج جيرني اند تو مور اند مور سكسس. اند اول ايفنتس تيم، يوسف صغير اند اول ذا تيم، ثانك يو تو ذا بلايرز، يو ميد اس اول براود، ثانك يو فيري ماتش. Congratulations. We want to get a photo opportunity with you. So can we just make our way right over there? We get a photo opportunity, and then I have a question for you, Noran. مبروك بطولة مصر دوري الاسكواش، بتنتزع لقب التصنيف العالمي للسكواش من بولكون، والنهارده بتنتزع منه بطولة مصر الدولية. الحمد لله. تقطع عقدة لبولكون؟ لا والله، يعني احنا الاثنين عقدة بعض، يعني هو بيكسب ساعات انا بكسب ساعات، عاملين رايح جاي على مركز واحد وثاني، وفي ابطال ثانيه طبعا كتير معانا في الموضوع، محمد الشرباجي وغيرهم، بس الحمد لله انا قدرت اقدر اتغلب عليه بفضل الجمهور طبعا. ان انت بتلعب في بلدك والناس بتشجعك، ده بيديك دافع قوي جدا، فالحمد لله استغليته لمصلحتي النهارده ولعبت كويس. مدى تاثير البطوله عليك في الفتره اللي جايه، خلال الفتره اللي جايه، وبتجهز ليه؟ والله التأثير طبعا ان انت تكسب اي بطوله، بالذات بطوله عريقه زي دي قدام الاهرامات، يمكن اعظم بطوله في السنه، بيديك ثقه عاليه جدا. عندنا بطوله امريكا المفتوحه كمان 10 ايام ان شاء الله مسافرين، فان شاء الله ده يديني دافع وثقه للبطولات الجايه. يعني قول لي بقى، بيمثل لك ايه فوزك النهارده وانت موجود؟ يعني بطوله مصر الدوليه بتقام في الاهرامات، وكمان يعني في كلام على ان البطوله كمان تبقى لعبه اولمبيه، تتمنى وجودها طبعا لعبه اولمبيه. شايف بقى لو بقت اولمبيه، احنا في مصر هنا طبعا عندنا لعيبه كتير جدا متفوقين جدا في لعبه الاسكواش، بالتاكيد هتبقى حاجه كويسه جدا لمصر. طبعا طبعا، يعني احنا الحمد لله في التصنيف العالمي الرجال والسيدات، يمكن 5 من احسن 10 رجال في قائمه احسن 10، ونفس الكلام في السيدات. ولما تبص على الناشئين والناشئات في بطوله انجلترا مفتوحه، اللي هي تعتبر يعني بطوله العالم ناشئين وناشئات، بنحقق مراكز كتيره جدا، فده يبين ان احنا ان شاء الله في مسيره كامله مش هتقف عندنا يعني. فاتمنى انها تخش الاولمبياد ونقدر نرفع علم مصر في الاولمبياد طبعا من خلال السكواش.